للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من غزه رئيس الهيئه الدوريه للحقوق والتنميه الدكتور رائد ابو داير. اهلا بكم الى استوديو الرافدين دكتور. يعني انعقاد المؤتمر 29 للاتحاد العربي البرلماني العربي في عمان، كيف ترى الجهود العربيه في نصره القضيه الفلسطينيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الجهود لا تلبي الحدود الدنيا لتطلعات ابناء شعبنا الفلسطيني، لانها تقفز عن اصل المشكله وهي الاحتلال الاسرائيلي. على ما يبدو ان القضيه الفلسطينيه لا تشغل النظام الرسمي العربي، وبالتالي هم فقط يعالجون قشور او يحاولوا ايهامنا بمعالجه قشور المشكله الفلسطينيه، ونحن نتطلع الى حل جذري للقضيه الفلسطينيه في استعاده الحقوق والثوابت الفلسطينيه وعودتنا الى أرضنا التي هجرنا منها عام 1948 وعودة فلسطين التاريخية وإزاحة الاحتلال بالكامل عن فلسطين من بحرها إلى نهرها. الوزراء العرب والقادة العرب اليوم هم يمثلوا يعني جزءا من حالة الانتكاسة التي يعيشها الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو غزة أو القدس أو الداخل 48 أو الشتات، ولكن بالوجه المقابل نحن نعتبر أن وكالة الغوث لا يمكن ان ازالتها او الغائها ما دامت ان مشكله اللاجئين قائمه، وبالتالي تنتهي وكاله الغوث حالها انتهاء مشكله اللاجئين وعودتهم الى طفد والى حيفا ويافا وعكا وكل الاراضي الفلسطينيه التي هجرنا منها. نعم، في اطار الحديث عن دعم القضيه، كيف ترى ازمه النور الاخيره والى اي مدى ترى بالتدخلات السياسيه فيها؟ يعني أنت تعلم إشكاليات الأنور وهي سياسية بامتياز، وأن الإدارة الأمريكية تحاول اليوم جاهدة تنفيذ صفقة القرن من خلال نقل السفارة الإسرائيلية الأمريكية إلى القدس، ثم عدم دعم الأنور، ثم الانسحاب من اليونسكو، ثم إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية بغض النظر عن موقفنا من المنظمة ولكنها تبقى جسدا فلسطينيا أصيلا، وإغلاق مكاتب المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سحب التمويل عن السلطة، ثم إجراءات الاحتلال بالمقاصد الفلسطينية. هذه كلها إجراءات تأتي وتحدث أمام مرأة عين النظام الرسمي العربي، وبالتالي كلها يصب في إحداث مزيد من الأزمات على الشارع الفلسطيني وتسييس المشاكل، تسييس الواقع الإنساني للمشهد الفلسطيني، وعلى رأس ذلك هو وكالة الغوث الدولية. وهذا للأسف الشديد يأتي بغطاء عربي رسمي، يعني الاحتلال وأمريكا لا يجرؤون على القيام بمثل هذه الخطوات لو لم يكن هنالك غطاء، حتى ولو لم يكن رسميا ومباشرا، بإعطاء هاتين القوتين الضوء الأخضر لمزيد من الإذلال للحقوق والثوابت الفلسطينية وللنظام أو للرئاسة والسلطة الفلسطينية التي أصبحت اليوم أكثر عجزا أمام أن تواجه أي ضغط سواء إسرائيلي أو عربي أو أمريكي في ظل إصرارها على حالة الانقسام الموجودة في الشارع الفلسطيني. نعم، بعد أن خفض ترامب المساعدات للأنوروا في العام الماضي يعني تقصدا بإضرار الفلسطينيين، هل لازالت برأيك أمريكا وسيط نزيه؟ أمريكا في بادئ الأمر منذ يعني نشأة الكيان الإسرائيلي لم تكن نزيها، وهي تزداد في عدم نزاهتها، واليوم يبرز مزيد من الدور للوبي الإسرائيلي في صناعة القرار الأمريكي. أمريكا اليوم هي تمثل مستقبل الاحتلال الإسرائيلي. أمريكا تعتبر أن الاحتلال بقاؤه قويا في المنطقة يمثل العصا الغليظة التي تواجه به الأنظمة العربية، لذلك الاحتلال الموقف الأمريكي لم يكن في يوم من الأيام نزيها، ولكن للأسف الشديد يعني النظام الرسمي في السلطة الفلسطينية ما زال يعني يعتمد على الإدارة الأمريكية، وما زال هنالك أمل في أن تكون لها دورا نزيها، ولكننا نحن كمؤسسات حقوقية و بمراقبة للإجراءات والإجراءات الأمريكية في المنطقة العربية وفي المشهد الفلسطيني تدلل على
مدى إمعان الإدارة الأمريكية في تخطي الحقوق والثوابت الفلسطينية، ومدى مساعدة هذه الإدارة الأمريكية للنظام السياسي الإسرائيلي في أن يكون أو أن يمارس مزيدا من الظلم ومزيدا من القتل ومزيدا من التهجير ومزيدا من المستوطنات على الأراضي. وصلت الفكرة الأستاذ رائد، الدكتور رائد أبو داير رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.